لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم: إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم، وأيضا فيما يعتقده أهل الغلو من أن الله فوض تدبير الكون لبعض الأولياء، فهل أنتم تجعلون عبيدكم يتصرفون تصرفكم فيما تملكون؟ الله عز وجل لم يجعل لأحد من البشر تدبيرا للكون. قال لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. لأن مدار الشرك في الحقيقة بالأولياء والأنبياء والملائكة على هذه النقطة، أن الله قد أعطاهم تدبير شيء من الكون، ولذا هم يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات فيما تحت أيديهم. فالله قال: فما الذين فضلوا؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل السادة على العبيد وجعلهم أغنى منهم وأكثر وهم يملكونهم. فما الذين فضلوا السادة براد رزقهم؟ هم لا يعطون أموالهم ولا عبيدهم الآخرين ولا إماءهم الأخريات إلى عبيدهم يتصرفون فيها بدلا منهم. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء؟ فهل تجعلون العبادة والدعاء والسؤال للمملوكين سواء كما تسألون الله، فضلا عن أن يسألوا الأولياء والأوثان وأصحاب القبور والذين يظنون أنها صور الملائكة، التماثيل التي اتخذوها ترمز إلى الملائكة، تدعونهم من دون الله أو حتى لو مع الله؟ بل كما بين الله عز وجل أنهم كانوا لا يعدلون، ليسوا يسوون. قال: وقالوا هذا لله بزعمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكم. حتى ما عدلوش، حتى ما سووش، مع أن الذين يعدلون بربهم قد أشركوا بالله عز وجل، ومع ذلك كانت قسمة ضيزة ولا يضر الله.
قال كما قال في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني هل تخافون أن يتصرفوا في مالكم كما تخاف أن تتصرف أنت بالخطأ إذا لم تحسن لأنك المالك فسوف يترتب على ذلك، أو أن يتصرف فيه ابنك أو أبوك أو أخوك، لأن هؤلاء الأحرار لهم حرية التصرف، العبيد يستحيل أن يكونوا كذلك، فكيف تجعلون العبيد الذين تقرون أنهم عبيد يملكهم الله وما ملكوا بزعمكم وما ملكوا شيئا في الحقيقة تجعلونهم مع الله عز وجل شركاء؟ قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني؟ لله رد لهؤلاء الذين يعبدونهم من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الشياطين، الله لم يرد لهم شيئا من سلطانه، كما أنكم لم تردوا شيئا من رزقكم على ما ملكت أيمانكم، فكيف يكون لهم شيء من العبادة وهم لا يملكون شيئا من التصرف؟ طالما أن ولم يجعل لهم الله شيئا من التصرف. لذلك هذه الآيات من أعظم الحجج التي يحتج بها على الغلاة من أصحاب القبور الذين يغلون في الصالحين ويعتقدون أن الله أعطاهم التدبير، والشيعة من هؤلاء أو أكثر منهم يعتقدون أن عليا وباقي الأئمة لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الوجود، وهذا من الشرك الأكبر بلا شك. قال فذلك قوله أفبنعمة الله يجحدون، لأن من نعمة الله عز وجل التوحيد، لأن من نعمة الله عز وجل أنه لم يجعل سلطانه لغيره سبحانه وتعالى، لم يجعل ذرة في الكون تخرج عن ملكه وسلطانه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما نعلم أن هؤلاء كانوا يقولون هذه الملائكة بنات الله شفعاء عند الله، لم يقولوا أنهم خلقوا بأنفسهم، لكن يزعمون أن هؤلاء لصلاحهم ولمنزلتهم من الله، والملائكة كذلك، لكن كما وصف الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأعظم من ذلك الصالحين، يعني الصالحون يجب أن يقال فيهم مثل ذلك، وكم من صالح في الأرض لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ثم هم قد ماتوا فلا يتصور أنهم يشفعون وهم أموات، الملائكة أحياء ولهم يعني تكليفات وعبادات ولهم علاقات بالبشر، عندهم يحضرون مجالس الذكر، يرقبون ما ينطقون ويكتبون عن اليمين وعن الشمال قعيد، الملائكة تختلط بالبشر، فلو تصور أن يدعوا أن يدعى أحد لكان دعاء الملائكة أولى من دعاء الأموات، لأننا لا ندري أين ذهبت أرواحهم وهل كانوا صالحين أو غير صالحين، والأنبياء أولى، وقد قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
فترويج أن الـ 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 الأولياء يملكون الضر والنفع وتطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وأنهم يحرسون البلاد وأنهم يمدون العباد. يا ستي يا حرس البلد من كل من عادى وحسد، انت الأمان وانت السند ومحصنانا وبالمدد. وزقلوا ايه ده كل ده؟ بنقول مدد يا سيدة ولا يا ذو الله. والله ده انا شفت بتاع كده فيديو على الخزعبلات، واحد قاعد الشيخ بتاعهم قاعد كده وهم قاعدين صفين زي ما احنا قاعدين كده صفين، وبعدين الراجل بيصلي قاعد والتانيين بيصلوا، يعني هو بيتصلي كده والصف ده بيصلي كده والصف ده بيصلي كده، ويكبر ويقروا الفتح ويركع وسمع الله لمن حمده ويسجدهم، ومره واحده يروح جاي ناطط فوق كله ينط ويقعد ينطوا ينطوا ينطوا، وبعدين يروح جاي نازل تحت واثناء الصلاه، وصلاه دي طبعا لغير القبله والعياذ بالله. ما هو مش حلكوهم كلهم برضه، يعني صف كده صف قدامهم الناس التانية وهو قاعد في الجنب، ده مش مسلمين، بيصلوا لغير القبلة والعياذ بالله. وحاجة وناس كبيرة وعمالة تتنطط ويعملوا كده ويرقصوا ويعملوا كده ويعملوا كده، شيء عجيب. ولما يموت يعملوا له ايه؟ مقام، ويقولوا بقى شلله يا سيدي فلان، يعني انت يا سيدي فلان ادينا عشان ربنا، انا ما سقت عليك النبي سقت عليك ربنا انك تديني عيل يا سيدة بدوي والعياذ بالله. او ده الشرك الاكبر والعياذ بالله. والترويج ان الكلام ده حب اهل البيت، والترويج ان الكلام ده، هل الله عز وجل اخبركم انه رد سلطانه على عبيد بعض عبيده حتى صاروا سواء في تدبير الملك؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ الله أعتقكم من التزام الرق لمن هو مثلكم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شكر نعمة الله بأنه لم يجعل لنا ربا من دونه ولا إلها من دونه، ولم يلزمنا أن نخضع ونذل ونعبد مخلوقا من المخلوقات. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا أن نذل له ولا أن نسجد له ولا أن نركع له، بل كان يكره ذلك صلى الله عليه وسلم ويحذر من ذلك إذا رأى بعض أصحابه قد فعله خطأ منه أو اجتهادا في غير موضعه. سبحان الله، في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ قال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة، للعبيد الذين ليس لهم تصرف في أموال سادتهم، وسادتهم لم يفوضوا لهم شيئا ولم يجعلوهم شركاء لهم في أموالهم. فالله أولى بهذا الكمال أن لا يفوض وأن لا يجعل معه شريكا من خلقه، هو وحده الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال بعض أهل العلم: هذه الآية تجتث جذور الشرك من القلب، لأن جذور الشرك مبناها على أربعة أمور: إما أن يعتقد أن بعض الخلق يملك شيئا من الكون ملكا مستقلا، فقال الله: والذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
النوع الثاني أنهم قد يعتقدون لهم مشاركة ولو في ذرة، قال وما لهم فيهما من شرك. الثالث أنه يعتقد أنهم يعاونون الله، فقال تعالى وما له منهم من ظهير. الملائكة ليسوا أعوانا لله، ذلك أن الله لا يحتاج إلى شيء، بل لا قوة إلا به ولا حول إلا به، فلذلك الملائكة ينفذون أوامر تعبدا له، فلم تبق إلا الشفاعة. الأمر الرابع الشفاعة، فقال عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومن أذن الله لهم وفيهم أن الله أذن لأنبيائه ورسله وملائكته وعباده الصالحين أن يشفعوا في أهل التوحيد والإخلاص لا في أهل الشرك والعياذ بالله. وقوله قال وقال قتادة هذا مثل ضربه الله، هل منكم من أحد شاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعبادته، فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. لذلك كل السلف يدورون حول هذا المعنى، وهذا الذي يسمى قياس الأولى، وذلك أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى بهذا الكمال، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. وهنا في هذا الباب، إذا نزه المخلوق عن أن يشاركه مملوكه في ماله وزوجه وولده وسكنه، فالله أولى أن ينزه عن أن يشاركه بعض عبيده في ملكه وتصريفه وعبادته عز وجل. وقوله أفبنعمة الله يجحدون، أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. من ضمن جحود نعمة الله أن يجعلوها، أن النعمة التي أعطاهم الله من الأولاد والأرزاق يجعلونها لغير الله، وما ذكرنا أقرب والله أعلم، أعني أن نعمة الله بالتوحيد، فاللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، نحمده على أنه وحده رب العالمين، ونحمده على أنه الرحمن الرحيم، ونحمده سبحانه على انفراده بالملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهذا وهو مالك لجميع الأيام، فنحمده على انفراده بالملك، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. عن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري، واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله. تكملة الكلام مفهوم، وهو يبتلي من ضيق عليه كيف صبره وكيف يتقي الله فلا يأخذ غير حقه رغم ضيق ما في يده، فهناك فتنة بالغنى وفتنة بالفقر، امتحان بالغنى وامتحان بالفقر. وشهود هذا المعنى بقى مستقل في الإنعام وفي الآيات، أن تشهد أن الله عز وجل فضل بعض الخلق على بعض، وتشكر
ما اجتباك الله وخصك به من النعمة فتشكر، كما قال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني اجعل ما جعله الله آية لك في تفاوت الناس سبيلا أن تطلب التفضيل في الآخرة بالجنة والدرجات العالية. كن مهتما بأن تطلب ما عند الله من الدرجات العالية بدلا من أن تطلب المنافسة على الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما شاء الله، آيات عظيمة. لابد أن ننظر إلى هذا التفاوت في الأرزاق ونجعله آية بدلا من أن نجعله سببا للحسد والغل وسببا للظلم والشح والبخل. لأن الناس لما تبص تلاقي اشمعنا فلان ده واخد أكتر مني، اشمعنا دي سبب هلاك العالم، اشمعنا دي بتاعت إبليس أولا، وابن آدم الأول الذي قتل أخاه، اشمعنا ليه ياخد وأنا ما أخدش زيه؟ وعمرها عمرها ما حيكون في تساوي، ده في إيدك أنت. زي بقولك صواعك مش زي بعضها، واحد طويل واحد قصير، واحد صغير واحد كبير، واحد في وضع مستقل كده، واحد وأربعة على نسق واحد ومختلفين، ومع ذلك هما في يد واحدة. فالبشر لو ريحوا نفسيهم من عدم تمني ما عند الآخرين: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. استريح، أعظم راحة التفاضل ده. زي ما قلنا، اصرف همك في أن تكون مفضلا في الآخرة، لا تحسد ولا تحقد ولا تتمنى ما عند أخيك، بل غبت فقط غير مطلوبة في أمور الدنيا، إلا فيما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. يبقى الغبطة مش على على على, على أمر دنيا. يا سلام لو يبقى عندي قصر زي فلان وفيلا زي فلان وفلوس زي فلان، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ده انتوا هتهلكوا، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يبقى ازاي نعالج وسواسة الشيطان بالتنافس على الدنيا بسبب التفضيل؟ يبقى ان انت تتمنى ثواب الله، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وأنك تنظر إلى أن هذا عطاء الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله الذي قسم، الرب الذي أعطى، لست الذي قسمت أو غيرك قسم حتى يعني حتى تعترض على ذلك. أنت بتعترض على مين لما تقول اشمعنى دي؟ فلان أغنى مني، فلان أقوى مني، فلان اتولد في بقه معلقة من ذهب وأنا قاعد متبهدل، فلان بيته أوسع من بيتي وأحلى من بيتي وعربيته أحسن من عربيتي، لا ملوش عربية خالص، ما عندوش عربية، وواحد تاني بيدور على الموبايل، أنا عايز موبايل آخر موديل وبكام، والناس تقعد هذه الخيبة السودة على كده، والنساء بقى
فلانة أحلى من فلانة وفستانها أحسن من فستاني. فستاني بقى كان زمان الفستان ده، خلاص دلوقتي بقى بنطلونات ضيقة ومايوهات وستريتش وقرف والعياذ بالله. المهم ان هم يدوروا على الجسم الممشوق على ده مصائب أعظم والله العظيم. لا ده المجتمعات الغربية انحطت إلى أسفل من الحيوانات، إن البوي فريند بتاعها أحلى من البوي فريند بتاعي. بالعكس يعني أقصد يعني أو أشوف بقى الهم ده، وكل بقى نشوف إن كله بيعرض الجيرل فريند بتاعته وإزاي يعني نعوذ بالله يوم يتنافسوا بقى على ولا الحيوانات، ولا الحيوانات أحسن والله العظيم. فتفضيل العباد الرزق بعضهم على بعض يعالج الإنسان أمراض القلب بأن ينظر إلى حكمة الله وينظر إلى البحث عن التفضيل في الآخرة، ولا يتمنى ما فضل الله به بعضا على بعض. والغبطة ليست مأمور بها، يعني ممكن يجوز الغبطة في الدنيا بس مش مستحبة. اللي الرسول سماه حسد، إنه مش تمني زوال النعمة قطعا، بل بيقول يا رب لو أنك أعطيتني مثل ما أعطيت فلان من المال لفعلت فيه مثل ما فعل من الخير. وكذلك اللي عنده علم يعني فيعلمه للناس، واحد يتمنى يبقى عنده علم، مش يتمنى انه يزول علم الراجل ده، ولا ان هو يقع في البدعة مثلا عشان يتفضح ويبعد، او يتمنى ان حد يوقع له غلطة علشان ايه، عشان يمسكوه عليها ويزلوه بيها، نعوذ بالله من ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.